ولا زلنا مشاهدينا الاعزاء نرصد الاحتفالات والصلوات التي تقام في الكنائس المصريه، وتنضم الينا هذه المره زميله دوريه عاطف من داخل كنيسه قصر الدباره بميدان التحرير بالقاهره. دوريه كل عام وانت بخير، ولو ترصدي لنا الفعاليات عندك. تحياتي لك أمام لجميع السادة المشاهدين، وكل عام وأنت وجميع مشاهدينا بألف خير. وبالفعل نتابع معكم من هنا من أمام كنيسة قصر الدبارة بوسط القاهرة، وكما يظهر من خلفي انتهت الاحتفالية الأولى هنا بداخل الكنيسة، والتي بدأت في الساعة 7 وتنتهت في هذه اللحظة، وستبدأ الاحتفالية الثانية في الساعة 10 وتنتهي في الساعة 12 منتصف الليل، وذلك من أجل استقبال عام جديد بالدعاء وبالصلوات. يعني بدأت هذه الاحتفالية والتي انتهت منذ قليل بالترانيم، ومن ثم اجتماع وإلقاء الوعظات، ولبدء حقبة جديدة من الزمن، يعني 2020 لتكون عام خير وبركة على الجميع يعني إن شاء الله. ومن ثم شهدنا يعني الصلوات والدعاء لاستقبال العام الجديد. هناك تنظيم كبير بداخل الكنيسة، وهناك أيضا أعداد كبيرة همام، يعني نحن الآن في الخارج، فالأعداد بداخل الكنيسة ممتلئة بالكامل، وأيضا في الخارج هناك ساحة لاستقبال الجميع ليشارك الجميع في الاحتفال اليوم هنا بداخل الكنيسة. وبالطبع يعني سنتابع معكم همام احتفالات العام الجديد من الكنائس، وكل عام وأنت بخير مرة أخرى همام. الزميلة دوري عاطف شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من كنيسة قصر الدبارة بوسط القاهرة تحديدا من ميدان التحرير.